يا ندى ابعتي لي رئيس قسم الأخبار المحلية، الله يرضى عليكي. ألو نعم، أهلين معين، أنو خبار؟ حادث الباص اللي على طريق حمص؟ لا لا لا، أوعك لا تبعت شيء قبل ما تاخذ الأوكي مني. ماشي الحال، لا هلا براجع الخبر مع صفوات. أهلين الله معك، أهلين. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، أهلين صفوات، تفضل. كيف صحة استاذ؟ الحمد لله، هات لشوف، شو في عندك أخبار اليوم؟ عندي خبر من وزارة الزراعة. شو عم يقول؟ الخبر عن انتشار مرض انفلونزا الدجاج. انفلونزا الدجاج؟ هون عنا؟ اي نعم، عم بيقولوا انه انحصروا بحوالي 60 مجلة بالمحافظات الجنوبية. أعوذ بالله من غضب الله، مين بعت هالخبر؟ مراسلنا بالوزارة بالتنسيق مع المكتب الصحفي هنيك. الله يكسر ايدين هالمراسل على هيك خبر. ليش استاذ؟ شو ليش يا اخي؟ انت بتعرف شو ابعاد نشر هيك خبر؟ لا والله، شو ممكن تكون هالابعاد؟ ازمة اقتصادية الها اول ما لا اخر. بكرة الناس بتبطل تشتري بيض وفراريش، وبيكسد الانتاج، وبتهبط الاسعار، وبتطلع اشاعات عن دجاج البلد شي كان وشي ما كان. ايه انا بتصور انه ممكن يصير هيك شي، بس نحن من واجبنا انه نحط الناس بصورة الوضع. ولك يا اخي، حطينا الناس بالصورة ولا ما حطيناها نفس الشي. بقى خلي وزارة الزراعة الله يرضى عليك تتحرك وتحاصر الموضوع على سكت بيكون افضل. مو ضروري حدا يسمع بهيك خبر ويصطاد بالمي العكرة. والله الرأي لكم يا استاذ. اصبح الغيلي هذا الخبر وانساني نهائيا. شو عندك غيره؟ في خبر من الارصاد الجوية عن منخفض جوي شديد الفعالية قطبي المنشأ وممكن يتسبب ب لحظة بلاها هي كلمة شديد الفعالية. يا اخي بكرة الناس بترتعب وبتخاف وبتركض لتمون وتحتاط وتعمل أزمة تموينية بالبلد، والعمال ما بيروحوا على معاملهم، الموظفين بيقعدوا ببيوتهم، وبتتعطل فعاليات مؤسساتنا ونشاطات معاملنا. شو بتشوفوا استاذ؟ ما بيصير ينزل خبر بهالصورة. خفف لهجة الخبر شوي يا اخي، قول منخفض جوي صلى الله وبارك. لشو كل هالشرح اللي بلا طعمه؟ قال شديد الفعالية وقطبي المنشأ، قال شي حلو والله. حاضر استاذ. صحيح شو قصة الباص اللي تدهور على طريق حمص؟ هلا حكاني معين مشانه. ايه نعم استاذ، هذا الخبر وصلنا من حوالي نص ساعة، مفاده انه في حافلة ركاب على طريق حمص تدهورت واودى الحادث بحياة 40 شخص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بالفعل كارثة يا صفوات. بقى بتحبوا نبعث الخبر سيدي؟ ما في مانع بعته، بس اوعك تكتب انه مات 40 زلمة، ها؟ اوعك. مو حلوة هيك دعاية قدام وسائل الاعلام الاجنبية. لانه اهم شيء يا صفوت صورتنا بالخارج. نعم سيدي، قديش تحبوا نحط عدد الضحايا؟ حاجه 4-5 كفاها الله. حاضر استاذ. استاذ في عندي خبر عن سفر مدير شركه المشاريع الكبرى لبريطانيا للعلاج، فاذا ممكن نحن بنحط. ولك اخي ليش تكتبوا للعلاج؟ ضروري نشمت العالم فينا؟ يعني مسؤول كبير مثل هاد اي مليون واحد بيشمت فيه؟ خطاي مو ناقصه. طيب شو بتشوفوا استاذ؟ الخبر بده شويه تلميع، يعني عوض ما تكتب انه الزلمه سافر للعلاج اكتب انه سافر بمهمه لبحث سبل تعزيز التعاون مع الاصدقاء الانجليز. حاضر استاذ. شوف يا صفوت، نحن مهمتنا كمؤسسة وطنية للأنباء مهمتنا نغربل كل الأخبار لحتى ما نعمل صدمة للرأي العام، وبنفس الوقت حتى نعطي انطباع جيد عن البلد بوسائل الإعلام الغربية. وبحب أكد كما أكدت دائما أنه صورتنا بالخارج أهم شيء. بس عفوا أستاذ، يعني أنا بشوف أنه من المفروض أنه نواجه الجمهور بكل شيء ونصارحه بالحقائق. لا لا حبيبي ما عذرت، شو نصارحه؟ ما بدنا نواجه حدا ولا بدنا نصارح حدا يا أخي، ما لنا مضطرين. وأوعك تفكر أنه كلامي هذا نوع من تضليل الجماهير وحجب الحقيقة لا سمح الله، لا 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 أبدا، إنما هذا نوع من التكتيك الإعلامي وتوجيه الرأي العام يعني باتجاه هيك معين. حماكم أستاذ. ماشي الحال. إيه سيدي، في أخبار تانية يا ترى؟ في خبر اجانا من مديريه التطوير والانماء الحضاري. شو بيقول؟ لا خبر صغير عن اجتماع مدير التطوير مع وفد من افخازيا. هلا هذا هو الخبر؟ اي نعم استاذ.
انه ايمتى بدك تتعلم يا صفوات؟ ما بعرف. ليش استاذ؟ يا اخي حدث مهمة الهاد، المفروض وسائل الاعلام تفرد له مساحة اكبر من هيك بكتير. يعني مو معقول نغتال حدث بارز مثل هاد بخبر صغير. طيب شو بتشوفه استاذ؟ بحبح لي الخبر شوي. شلون يعني؟ يعني مثلا انه الاجتماع اسفر عن نتائج مهمة بتساهم بتعزيز اواصر الصداقة والتعاون بيننا وبين الاصدقاء الافخاز. وكتب كمان انه كان في رؤية مشتركة وواضحة ومتطابقة بين الجانبين لكل المشاكل اللي عم تعاني منها المنطقة. يعني شي من هاد؟ ما بدك مين يقول لك مزبوط ولا لا؟ حاضر استاذ. في شي تاني؟ لا لحد هلا ما في شي استاذ. ماشي الحال، تفضل على مكتبك. بالإذن. الله معك. يا ندى ابعتي لي مدير دائرة الأخبار الإيجابية لو سمحتي. صوتكم العمى بقلبكم، صوتكم واصل للدرج، بدكم تفضحونا قدام الجيران؟ شرف شوف ابنك الافندي شو عامل. شو عامل؟ ماني عامل شيء. اخذ صفرين بالمذاكرات، صفر بالحساب وصفر بالجغرافيا، وبتقول مانك عامل شيء؟ الاسئله كانت صعبه، ما دخلني انا. سكوت انت الثاني ولا؟ وانت الثانية؟ كم مرة فهمتك ما بدي صوتك يطلع لبرا؟ قال ما يطلع صوتي لبرا قال، لك شو بدك يعني يا زلمة مو تطقي؟ نقلع لجوا ولا نقلع؟ رح انقلع. شوفي يا سوسان، هذا ابنك ميؤوس منه، فسواء اخذ صفر او عشرة تحت الصفر نفس الشيء ما رح ينصلح. ايه وشو المعنى؟ المعنى انه نحن بس هون بالبيت بنعرف انه حمار، بس ما في داعي ابدا حدا من الجيران يعرف. هلا انت كل همك بهالدنيا الجيران؟ ايه نعم، لانه صورتنا بالخارج اهم شيء، وكل مشكله بتصير بالبيت بضل اسمها مشكله داخليه، اما اذا طلعت هالمشكله لبرا شو بتصير يا حزرك؟ شو بده يصير؟ بتصير فضيحه، منصير علكة بكل لسان، وهالمظهر البراق يلي ظاهرين فيه قدام العالم بيتشوه. فهمتي بقى؟ ايه طبعا فهمت، لانه حافظت هاي المحاضره، لانه كل ما دق الكوز بالجره بتقلي صورتنا الخارجيه ونظره الناس لنا والدعايه الخارجيه وما بعرف شو. إيه والله يا منصور، اللي بيسمعك بفكرك مسؤول عن بلد بحاله مو عن أسرة بست تنفس. نفس الشيء، هاي مثل هاي. أنا فايت ارتاح لي شوي. طب وهذا الولد اللي أخذ صفار شو بدنا نعمل فيه؟ ولا شيء، ابنك دب بالمدرسة ما حلك تفهميها بقى. شو لسه ما نمت منصور؟ لا لسه. أنا نازلة شوي لعند الجيران. أنو جيران؟ بيت ام سلافة. ايه روحي مو مشكلة، بس اوعك تجيبي سيرة صفار ابنك بالمدرسة وكسله، اوعك. ها لا تخاف علي، ما بدي توصاي. برافو عليكي، يعني قد ما قدرتي تلمعي صورتنا قدام الجيران لمعي. فهمتي شو عم قلك؟ ماشي الحال، راح اخذ امي معي. ولك الله ياخذني لعنده ان شاء الله لاخلص من العمر. لك هلا كنا عم نحكي عن التلميع، شو صار لعقلك؟ ايه وشو دخل امي بهالشغلة؟ شو نسيتي انه امك بتقطع وبتلحوش وعقلاتها خافين شوي؟ اذا فكرك انه امي خرفانه ومضيعه فهالشي مو دائما، يعني بعض الايام بتلاقي ذاكرتها مثل الصلاه على النبي وعم تقدح قدح. بس الجيران ما بيعرفوا هالشي، وبخاف تخزينا او تفضحنا او تزت لها كلمه هيك ولا هيك، وما بدي اياهم يعرفوا انه عنا وحده خرفانه بالبيت، ما لنا مضطرين. هلا صرت تستعر من امي؟ بعدين هذا مرض يا منصور، والمرض الواحد ما بيستحي منه. ولزيادة معلوماتك، هذا المرض عم يصيب عظماء العالم، مو بس أمي. وأمك ما شاء الله كان من عظماء العالم. لك أنا ما قلت هيك. طيب ماشي، هاي رونالد ريغان منصاب بالزهايمر وما عم بيستعروا منه، بالعكس عم يطالعوه بالتلفزيون ومثل العادة. هلأ لا تصرعي لي راسي، يا أما انزلي لحالك يا أما عدي بالبيت. يا لطيف شو إنك معقد. هلأ بس أمي اللي خرفت على بكير؟
قلة ناس خرفانة بهالبلد وليش؟ ولا حمي؟ عندي مشوار صغير ماما. خذيني معي. لا صعب شوي ماما. حبيبتي انت فوتي تفرجي على التلفزيون، هلا بيطلع افلام كرتون. بس ماجد باع التلفزيون لحتى يشتري لمرته اسواره. امي هي القصه صار لها 20 سنه. فوتي حبيبتي لجوا، جوا في تلفزيون. وين الراديو اللي كان بالمطبخ؟ ليش وينه؟ خير شوفي ليش اصواتكم طالعه؟ امي الله يرضى عليك، الا لاختها خيرتها خليني معك، الله يخليك. هلا انا صرت اخته؟ حماتي هيك ما بيمشي الحال. ليش بقى؟ لانه اختي هي اللي قدامك رايحه على الدكتور، بدها تشك ابره. يا لطيف كش مره وبعيد. اذا بدك تروحي معها الدكتور بشكك ابره. لا 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 ها توبه انا ما بدي اروح. ماشي الحال تيسري. وينك؟ اوعك تجيبي سيرة صفار ابنك؟ حاضر. ايوه. يا ستي اليوم ابني ماهر رجع من المدرسة وهو حامل مرحة. يا لطيف ما بتتخيلوا قديش كان فرحان فيها. عم يعطوه مرحات؟ ايه طبعا، يقبر امه كل يوم والتاني بيعطوه يا مرحة يا امتياز. الله يسلم لك يا رب، معناها متفوق بدراسته. ايه الحمد لله، انا كل ولادي هيك. ويا ترى لم ينطالعين لأمه ولا لأبوهم؟ أكيد لأمهم، نحن عنا الزكا بالوراثي. ليكو أمي مثلاً صار عمره بحيطان 70 ما شاء الله وعقله بيوزن بلد. صحيح، ليش ما منشوفها لأمك؟ بس منسمع عنها سمع. لك آخ اكعيت فيها، غلبت إنه تروح معي زيارات. بس هيك سبحان الله هي إلى عقلية خاصة، يعني بتحب العزلة وما بتحب الاختلاط بالناس. طيب ما بتمل من القعدة لوحدها؟ ليش لحتى تمل؟ طول ما أنا قاعدة بتقرأ وبتطالع. خزيت العين لهلأ بتقرأها؟ إيه أمي بتحب المطالعة كتير، ومو بس هيك أحياناً بتكتب كمان. وشو بتكتب؟ يعني خواطر أدبية، محاولات شعرية، شي من هاد. بالفعل أنا بحييها على هالروح اللي عندها، يعني واحدة غيرها وبعمرها كانت قضتها زيارات ولعب ولا طعمة. هذا إذا ما خرفت وصارت تخربط. إيه قولتي. ليش هيك سفقتي الباب؟ مو حلو على حس الجيران. بعدين ليش فايتة انت وعقتك بوشك شبر؟ تركني خطيبي وراح اشيل خاتم بخلقتي. شو هالحكي؟ ايه يبعت له حمص وطلع لي القصر. لا تعلي صوتك، ما بدنا حدا من الجيران يسمع، ما بدي اياهم يدروا انك فسختي خطبتك. ليش عم اعمل شي غلط انا لا سمح الله؟ كل الناس بتنخطب وبتترك. مو ضروري نصير علكه بلسانهم. ليش تركها وليش تركته والحق على مين ومن هالعيات؟ مو ضروري. يعني هلأ بالآخر ما رح يدروا؟ يدروا بالآخر معليش، أحسن ما يدروا بالأول، على القليلة منكون مهدنا للخبر ودرسنا كل أبعاده. فظاعة أنتوا بهالبيت وبتحبوا التعتيم، تعتيم على كل شيء. أي مو معقولة، يعني قلي ليش نخبيف؟ طيب فهمني أنت. بس بس على مهلك. شبكي شبكم؟ ليش صوتكم طالع لبرا؟ شو هالحكي؟ صوتنا طالع؟ يعني انت سمعتي صوتنا وقت وصلتي لهون؟ ايه سمعت طرطيش حكي بس ما فهمت شو عم تقولوا. شفتي شلون؟ قلت لك وطي صوتك ما كنتي تسمعي. هلا فهموني شو القصة؟ ما في شيء، بدك فسخت خطبتها. يفسخ ورقبتك فسخ ان شاء الله. ليش فسختي او ليه؟ لك هي مو انا اللي فسختها، هو اللي فسخها. هو؟ ايش لخ ورقبته على هالفصل؟ وليش فسخها بقى؟ ولك هص بقى انت وياها، وطوا صواتكم، ما بدنا حدا من الجيران يسمع. صباح الخير عمو. صباح الخيرات، يا اهلين وسهلين، شلون البابا؟ الحمد لله تمام، ماشي حاله. ما شاء الله، شو صرت بالسنة الرابعة بالجامعة؟ ايه واليوم عندي تدريب جامعي. وليش حامل كتب بإيدك لكان؟ يعني بقرا شوي بين الحصص. يا عين عليك شو مجتهد، نيال اهلك عليك. يا هيك الشباب يا بلا، اكيد معدلك بالجامعه عالي ما؟ ماشي حاله، بحدود ال 85%. ما شاء الله عليك. كيفك انت عمو بالمدرسه؟ ان شاء الله هيك شاطر مثل اخوك. انا الاولي على ثلاث شعب.
هيك توقعت. موفقين عمو موفقين. يلا عن اذنك عمو. مع السلامه. الله معكم. ما شاء الله ما شاء الله. هلا ما لقيت تلبس لي اليوم غير هالبدله؟ شو بدي ساوي؟ غصب عني، لانه في ناس من البنايه بيعرفوا انه كل يوم اربعه عندي تدريب جامعي. طيب البدله وامر الله ناتع هالكتب ليش؟ مشان يقولوا عني اني دريس ومجتهد. ايوه، يعني لحد هلا ما حدا دري انك مفصول من الجامعه من 3 سنين لانه لقطوك عم تغش بالامتحان. ومنين بدهم يدروا؟ بعدين من حسن حظي انه ما في حدا من شباب البنايه بكليتي. طيب وليش الشده يا جدي؟ يعني واذا عرفوا انك مفصول شو قلت ناس عم تغش بالامتحانات؟ لو بتجي الي انا مو فارقه معي، بس بابا هيك بده. قسما عظما اذا دري حدا اني مطرود من الجامعه لحتى يذبحني ذبح. العمى فظيع ابوك على العقليه. بتعرف اني لما جبت له قرار فصلي من الجامعه توقعته يسلخني كفين مثل فراق الوالدين. ايه وشو عمل؟ بهدلك بهدله ادبيه؟ لا بهدله ولا هم يحزنون، بالعكس ما حكى شي بنوب، قال لي مو مشكله بس المهم الجيران ما يدروا. يعني هلا الجيران مفتكرينك سنه رابعه وانت سنه اولى، بس بكره بعد 3 سنين لما راح يشوفوك رايح جاي خشق طرق على الجامعه، شو بدكم تقولوا لهم؟ قال بابا بنقول لهم عم بيعمل دراسات عليا. بابا لا تخاف عليه بنوب، ما في شغله عنده الا ولا فتوى، روح قلبه التعتيم وشاطر كتير فيه ومتعلم هذا الشيء من وظيفته. العاب سيدي العاب. العاب اليوم على المشاريب. لا مشاريب ولا شيء، انا ما بلعب الا تسلايه. تسلايه تسلايه شرف. يا استاذ صفوات، نحن في قدامنا سياسه اعلاميه واضحه ما فيها مجال للارتجال ابدا، يعني كل خبر ما بيخدم هالتوجيهات هي ما بدنا اياه يا اخي. بس يا استاذ هذا الخبر تناقلته كل وكالات الانباء العالميه. يصطفلوا يا اخي، يتناقلوا ليشبعوا، طالما نحن متجاهلين هيك خبر معناها ما في شيء رسمي. صفوات. اوكي استاذ ما في مشكله. طيب مشان خبر احاله مدير التفتيش على التفتيش شو نعمل فيه؟ اترك لي اياه لادرسه من كل جوانبه وابعاده واحتمالات ردود فعله ونتائجه المباشره غير المباشره، وبعدين بنشوف شو ممكن نعمل. اوكي استاذ، بتريد مني شيء ثاني؟ جهز لي بسرعه الله يرضى عليك خبر اللقاء الجماهيري المفتوح يلي عمله مدير شؤون البلديه مع فلاحي وجماهير منطقه السهل الاخضر. هيك خبر ما لازم يتاخر ابدا. حاضر استاذ، خلال ربع ساعه بيكون على مكتبك. اوكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا سوسن فهمي علي، ما بدي ضل افتئ وعيد طول عمري. في سياسه معينه لازم تضل متبعه بهالبيت، يعني المفروض يكون في شيء مثل الستار الحديدي حوالين كل شيء عم يصير عنا. يعني اي مشكله بتصير انا ما بعتبرها مشكله طالما لساتها محصوره بالبيت والجيران ما دريوا فيها. يعني خلينا مطبقين خطه التعتيم اضمن. حافظتوا هذا الدرس؟ ما بكفي تحفظيه يا سوسن، لازم تطبقيه بحذافيره. حاضر، بس مشان مشكله حياه شو بدنا نعمل؟ شبهها حياه. يعني بكره الجيران رح يشتلقوا انه مو حاطه محبس الخطبه بايدها وبصيروا يسالوني. وليش لحتى تشلح المحبس؟ ما بصير تشلح المحبس منوب ولا بشكل. يه شلون بدك اياها تضل لابسه المحبس وهي فاسخه خطبتها؟ مؤقتا، بس يعني خليها لابسته على بين ما ادرس ابعاد ومخاطر ونتائج اعلان خبر فسخ الخطبه قدام الشعب قدام الجيران. ايه بس حياه ما بتقبل. بدها تقبل غصبا عن راسها، والمفروض ما حدا يخالف سياستي بإدارة البيت على الإطلاق. ماشي الحال، بحاول أقنعها. ممكن سؤال أستاذ؟ تفضل. صحيح الإشاعات اللي طالعة بالبلد؟ أنو إشاعات؟ قال أحاله مدير التفتيش العام ونائبه على التحقيق، بقى صحيح هالشي؟ التهي بشغلك أنت وبلا تعجن، التهي بشغلك. أمرك أستاذ، تفضل. لك بنتي امتى بدك تروحي على المدرسة؟ تيتا هي اسمها جامعة مو مدرسة. يو ليش امتى غيروا لها اسمها؟ مين هاي؟ هاي يلي عم تقولي عليها المدرسة، على ايامنا كان اسمها كتاب يا تيتي. دخليك
شفتي لي شي الكزلوك تبعي؟ والله ما عم شوف، وجعتني عيوني. إليك زمان عم تدوري عليه؟ ايه تاتا من يومين. إليك وعلى عيونك. يو مين جابهم لهون هدول؟ هذا أكيد العفريت ابنك. قصدك ماهر؟ ليش في غيره يعني؟ تاتا ماهر أخي مو ابني، بعدين أنا لسه ما تجوزت. شلون هيك تاركة حالك بلا جوازك بنتي؟ ليش؟ لسه ما اجى نصيبي. بسيطة يا بنتي، معلش لا تزعلي. المثل بيقول يلي بتعرفه أحسن من عشرة على الشجرة. تيتي هذا المثل غلط، بعدين شو دخلوا بالموضوع اللي عم نحكي فيه؟ لا أوعك، ها أنا بزعل منك بعدين. هاي الأمثال كلها صحيحة، أجدادنا ما خلوا شيء إلا وقالوا. تيتي حبيبتي شو رأيك تفوتي تنامي؟ ايه والله، وانا هيك عم بقول لحالي شايفة حالي اليوم تعبانة. تيتي تيتي خدها معي ثانية العدس نقية جوا. ايه تيتي خديها معك. يلا يا رب ساعديني تقبليني. يلا ان شاء الله كل عام وانتي بخير يا تيتي. وانتي من اهله تيتي. الو مرحبا سمير، شو اخبارك؟ انا ماشي حالي. ليش ما دريت؟ فسخت خطبتي. ايه لحشت له الخاتم خلقته وحلقت له عن ناعي. السبب يا سيدي انه شافني معك بالسياره، بقى هذا فصل بينعمل؟ اصلا شو له علي هو؟ واذا خطيبي يعني فكره يتحكم فيني من هلا؟ ايه طبعا بالناقص. اسمع اجى اخي الغليظ، هلا بحكي معك بعدين. ايه باي. شو عم تعملي؟ ايه قول مرحبا بالاول. مرحبا، شو عم تعملي؟ ولا شيء. قومي لك انا حطي لي اكل بدي اكل. نعم نعم، قوم حط لحالك. لا هالنغمه جديده علي. بالله شو؟ حبيبي هذا الموجود، بعدين المفروض تخدم حالك بحالك. لك ايه قومي حاجة لك، انا تعبان وما قادر اتحرك. ومن شو تعبان؟ ان شاء الله مصدق حالك انك عم تروح وتجي على الجامعة. شو قصدك؟ قصدي واضح، يعني فوق مالك مفصول من الجامعة، كمان جاي تتمقطع فينا؟ رسولي الحق بايده خطيبك اللي تركك. وليش بقى؟ لانه لسانك طويل وبده قص. وانت لسانك ما بده قص؟ رسولي ولا عم تضربني؟ هلا بورجيك. رسولي هلا عم تضربك. بابا بابا هذا عم يضربني. هص هص وطوا صواتكم، هلا بيسمعوكم الجيران. ليش ضربته ولا؟ ضربته لانه عم تعيرني اني مفصول من الجامعة. وهو عم يعيرني انه خطيبي تركني. هص تضربي منك له. امشي ولا امشي. ماني ماشي. خلاص امشي. لا مسطول، كم مرة نبهت عليك لا تعمل هالعمايل؟ بابا أنا ما كان قصدي أضربها، بس هي استفزتني. ما عم أحكي عن الضرب، تنفزر أنت وياها. أنا عم أحكي عن الفضايح، شو ناوي تفضحنا أنت وأختك قدام الجيران؟ يعني إذا سمعوك عم تضرب أختك، شو بدهم يقولوا علينا؟ معك حق بابا، ما حلو هيك سمع قدام الجيران. يعني إذا اضطريت شي مرة تضربها، يا أخي اضربها، بس بهدوء، على السكيتي، بدون صوت، المهم ما حدا يسمع. ولك ابني عتم على الحدث، عتم على الموضوع، كم مرة بدي فهمك منطلقاتي العملية؟ حاضر بابا. صباح الخير استاذ. أهلين صفوت، صباح النور. استاذ وصلنا هذا الكتاب اليوم الصبح. صفوات عتم على الخبر، عتم. شو علمتك؟ فهمت؟ لساتكن عم تصوروا لك. عتم يا أخي عتم. مالك على بعضك اليوم؟ شو القصة؟ صحيح، لأنه في خبر مهم بدي أقول لك إياه. خبر؟ أوف، وبدك تقول لي إياه بدون ما تدرس أبعاده ونتائجه وتأثيراته كمان؟ هلأ مو وقت التقريق تبعيك؟ مالي ناقصة، كلفيني بكفيني. خير شو القصة؟ شو القصة؟ القصة انه كفوا يدي. نعم؟ اقالوني من منصبي ووضعوني تحت تصرف الوزير. شو هالحكي منصور، من ايمتى؟ اليوم. اعوذ بالله. طيب شو السبب؟ علمي علمك. بيصير هيك بدون سبب؟
ما انا هادي اللي رح يطققني. يعني صار لي سنتين مدير المؤسسة وانا عم بشتغل بجد واخلاص وحرص ما بعده حرص، وانت بتعرفي هالشي. سنتين وانا عم افني حالي في سبيل التعتيم الاعلامي وتلميع صورة البلد بالخارج قدام وسائل الاعلام الاجنبية، واخر شي بيقولوا لي خليك بالبيت. خليك بالبيت. لا حول ولا قوة الا بالله. وشو العمل هلا؟ مو المهم شو العمل، المهم ما حدا يدرى بهيك خبرية من قرايبنا او الجيران. اوعك ها، حتى الاولاد مو لازم يعرفوا باللي صار. عتمي على الخبر، عتمي عليه تماما الله يرضى عليكي. اي ولامتى بدنا نخبي عليه هون؟ لحتى ادرس ابعاد والذيول اعلان هيك نبأ. واذا سالوك ليش ما عم تروح على الوظيفه شو رح تجاوبهم؟ رح اضل اطلع من البيت كل يوم الساعه 8 وارجع الساعه 2 مثل العاده. طيب واذا سالوك على السياره اللي رح يسحبوها منك؟ بقول لهم بالتصليح. ما بعرف منصور، يعني انا بصراحه مو ملاقيتها مناسبه منوب منوب انه نخبي على الاولاد هيك شغله. خلاص اعملي مثل ما عم اقول لك، بعدين بيحلها الف حلال. مثل ما بدك. انا رايح على القهوه، بدك شيء؟ لا سلامتك. إذا حدا سأل عني لا تقولي إني بالقهوة، عتمي عتمي على مكان وجودي. حاضر. أو قولي إنه عندي اجتماع بالوزارة، مفهوم؟ حاضر. ماشي الحال، السلام عليكم. مرحبا أستاذ منصور. أهلين جار، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله والله. صعيب مثل ما سمعنا. ليش شو سمعت؟ فصلوك من الوظيفة وحطوك تحت تصرف الوزير. مين قال لك؟ شو مين قال لي؟ البناية كلها مطبولة بهالقصة. لا يا سيدي مو صحيح، وبالعلامة هلأ رايح على الوزارة لأنه عندي اجتماع هنيك. ايه موفق إن شاء الله، بالإذن. الله معك. العمى، شو هالبلد هاي؟ ما في شي بيتعتم عليه أبدا؟ والله يسلم والإيدين يا أم هاني. وإيديك تقبرني. تعرف أبو هاني، هالمطبخ عم يتعبني كتير كتير. أوف، وليش بقى؟ يعني أغراضي صايرة مكدسة فوق بعضها البعض. الله وكيلك بضل ساعة لحتى أدور على الغرض ولاقيه. وليش ما بتحطي تركيبك على السقيفة؟ السقيفة صغيرة ما بتوسع شي. ما فهمت عليكي أم هاني، شو المطلوب مني يعني؟ يا سيدي أول شي بدي مطبخ أمريكي، وبعدين لازم نوسع السقيفة لأنه ما شاء الله كراكيبنا كتار وغراضنا كتار كمان، ولازمنا كمان مناخل جديدة. بتعرف أبو هاني الحشرات عم تفوت من الشبابيك. مبارحة قتلت لك شغلة هيك طويلة وإلى راس صغير ورجليها كمان طوال، إيه ما عرفت شو هي، لقيت لك ياها مترنتحة بأرض هالمطبخ وأخذي راحتها على الآخر. معلش يا أم هاني، بدك تتحملي شوي لأنه هلأ ما بقدر ساوي شي قبل العدة. أنو عدة؟ ليش بدك تطلقني؟ فظاعة شو خيالك بيروح لبعيد. لك عم بحكي عن عدة الكوي تبع المحل، شو نسياني إني ناوي اشتري عدة جديدة؟ إيه لا ماني نسياني، إيه بس صار لك عم تحكي هالحكي أكتر من 5 سنين ولا لا ما اشتريت شي. بس هانت أم هاني، هانت الشغلة، مو بقيان إلا عضة كوساية بإذن الله واحد أحد. إيه وقديش طول هالعضة بقى؟ إن شاء الله 5 سنين تانيات. لا لا اطمني، كلها شغلت كم يوم اذا الله راد. بفهم من كلامك انه متى ما اشتريت العده بنقدر شوي يعني نتحكم بمصروف البيت. ايه طبعا، على القليل وقتها بنقدر نلغي سياسه التقشف وشد الاحزمه وربط المعاد اللي كنا مطبقينها. والله ماني عارفاني شو بدي اقول لك، يعني انا بصراحه ما بحب اتدخل بشغلك، بس كمان بنفس الوقت يعني مالي شايفه لزوم للعده الجديده. هي المحل ماشي حاله والله ساترنا فيه، والعدة القديمة موفية بالغرض وزود. يا أم هاني، الحياة كلياتها عم تطور هاللاتينية ولازم نحنا نتطور معها كمان. بعدين أنا عم ساوي هالشي مشان ريح حالي فكرك. عم ساوي هالشي لابننا هاني. ليش أبو هاني؟ هو اللي عم ينق عليك مشان العدة مو هي؟ ما فهمتي قصدي. أبي الله يرحمه لما ورتني هالمحل ورتني إياه وهو على وضعه من 50 سنة. يعني كنت سخن مي بالتنكة واغسل الغسيل بالصودا على ايدي وتقبر الكاز من الصبح واقعد ساعة لحتى حمي المكواية. يعني بالمختصر كانت شغلتنا معدة وصعبة ومتعبة كتير وشقيت كتير يا أم هاني، وتعذبت كتير
لحتى اشتريت العده اللي شايفتيها هلا بالمحل. وانا يا ام هاني ما بدي ابني يشقى ويتعذب مثلي، ما بدي يتعذب، بدي سلمه المحل جاهز مجهز من مجاميعه بعد الله ما ياخذ امانته. يبعد الشر عنك، كش برا وبعيد. شو لزوم هالحكي يا ابو هاني؟ لك الله يديمك فوق راسنا ويخلينا ياك يا حق. لا بس حبيت حطك بالصوره لحتى ما تفكري اني عم اشتري عده جديده للمحل مشان اتبهنك واتبحتر ودلل حالي. بعرفك تقبرني بدون ما تحكي، طول عمرك فاني حالك مشان الاولاد. هي سنه الحياه يا ام هاني، شو بدنا نساوي؟ وين سجاد الصلاه؟ بدي صلي الظهر جنب الصوفايه. تقبرني جوا. يا الله يا خفيه الالطاف، نجينا مما نخاف. يا الله يعطيك العافيه بابا. الله يعافيك. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي انت؟ شوفت عينك عموك وفستان. لا هي ما بريدها منك ابدا، رح ازعل منك. ها ضبي الفستان، ضبي قوام. بس يا بابا. طبعي وصرتي بتعرفي، يعني طول ما فيني نفس عم يطلع وينزل بصدري ما حدا بيكوي قطعة بهالبيت غيري، الا اذا كنتي مالك مقتنعة بمعلمية ابوكي. ولو يا بابا، انت على عيني وراسي، بس انا مو حابة اتعبك، بيكفيك شغل الزباين بالمحل، ليش حتى تتعب حالك وتكوي كوي البيت؟ لا تناقشيني، ضبي فستانك وابعتيه مع هاني على المحل، واذا عندك شي تاني للكوي ابقي ابعتيه مع الفستان. حاضر بابا، مثل ما بتريد. شوفي هادية، إذا بشوفك مرة تانية عم تكوي رح اضطر صادر لك المكواية. ها لا خلاص بابا، طمن ما عاد اكوي. ماشي الحال. شفتي لي سجادة الصلاة وينها؟ ليكها عندك على الترابيزة، قبل شوي كويت لك ياها. شفتي شلون انك مصرة تزعليني؟ ما عاش اللي بده يزعلك. أصبح الله يرضى عليكي، اسحبي فيش المكواية وضبيها بخزانتك، بيكون أفضل. حاضر بابا، تكرم عيونك. يا هاني. في شي بابا؟ الله يرضى عليك ابني، شفي الغسيلات اللي جوا يا ترى نشفوا ولا لسه؟ حاضر. بيت الاضماني كنستين وحرام، بيت الخالدي تنور عدد ثلاثة، سرقوني فوشي وليلك. لساته رطبين شوي. لساته رطبين شوي. اخ لك يلا سيدي هانيت، بكره متى ما اشترينا النشافة وحماصة بترتاح من هم الغسيل وتنشيفه. بابا صدقني انا ما عندي مشكلة، المهم انت ترتاح شوي. ولك ابني انا ما برتاح لوقت كون عم اشتغل، بالعكس اذا قعدت وما اشتغلت بتعب كتير، بتكسر بدني وبتتيبس عظامي وبتتخشب مفاصلي. المهم الله يرضى عليك، حط هالغسيلات اللي بالسله الكبيره بالغساله الجوانيه قوام، لا تمهيصا. حاضر بابا. عم اقول لك يا لطيف، شو زعل مني لما شافني عم اكوي فستاني بايدي. يو انت التانيه، ايه ما عدتي تعرفي طبق ابوكي؟ بعرفه، بس ما بيكفي شغل الدكان، كمان نزيد عليه بكوي البيت. والله معك حق يا هادية، بس ولا يهمك الشغلة محلولة. شلون؟ نعطيه شوية من كويات البيت والباقي نكوي هون على السكت، يعني لا من شاف ولا من دري، مو ضروري يشوفنا ونحن عم نكوي. وإذا لقطنا بالجرم المشهود وصادر المكواية؟ هادية لا تصعبية كتير يا ستي محلولة، منستعير مكواية الجيران. ولا يهمك، لا تهكلي هم أمي. هيك طمنتيني. إذا بدك نصيحتي يا أبو هاني عمين مثلي، جيب عدتك من حلب اليوم قبل بكرة. يعني فكرك من حلب أحسن؟ مو قصة أحسن وأسوأ، بس بحلب بعرف معمل ممتاز كتير وبمون على صاحبه وبيكارمك كتير، وهناك بيعمل لك خصم مرتب والشحن عليه كمان. والله إذا مثل ما عم تقول منيح كتير، شو بدي أحسن من هيك؟ تفضل يا سيدي، وهي عنوان المعمل بحلب، بس أنت قلن أنا من طرف أبو تيسير وشوف شلون بيكارموك. يا سيدي كتر الله خيرك. ولو بدنا خدمة محرزة يا أبو هاني. بس ما قلت لي أبو هاني شو العدة بك جيبها من هنيك؟ هذا يا سيدي بدي جيب جحش كوي أوتوماتيك وحماصة أكسترا لارج ونشافة دبل. بس هدول؟ بس شو بدي أكتر من هيك يعني؟ أنا فكري جيب غسالة جديدة كبيرة بتلزمك لغسيل البرادي والحرامات. صحيح بتيسير، بس الغسالة غالية علي شوية. ما بقلك لا، الغالي حقه معه، ويكون بعلمك انه بهالغسالة الجديدة رح يزيد شغلك ورح يتضاعف مردود المحل. بعدين اذا بتسمع نصيحتي يا ابو هاني لا تشتري جحش كوي اوتوماتيك، ما بيلزمك. شلون ما بيلزمني بقى انت تاني؟ اشتري مكبس مخار فرد مرة،
لأنه مو كل يوم رح يجدد عدة المحل يا أبو هاني، مزبوط ولا لا؟ بقى فرد مرة ضربه علاوية وخلص من الهم. لا يا أبو تيسير، هيك بلشت تلعب بعقلي أنت. يا أبو هاني أنا ما بيهمني غير مصلحتك، اعمل اللي عبلك عليه ما بتندم. إيه الله يقدرنا ويبعث لي فيه الخير. يا بلال. نعم علي. الله يرضى عليك، برد وشايات، هات طقم قهوة. على رأسي. مكبس بخار صدقنا وآمنا، بس لشو الغسالة الأوتوماتيك؟ إيه هون بالبيت عنا ما في غسالة أوتوماتيك حتى يكون بالمحل فيه. يا ستي هو منغسل لي غسيلاتك بالمحل، شو ألم يعني؟ بقى اطمني وريحي حالك، ولا يكلك فكرة، وكل شي عندك برادي وحرامات وتياب بتنغسل بغسالة المحل، بقى شو لزوم غسالة الأوتوماتيك بالبيت؟ أم هاني يلي عنده عشي ما بيزفر إيديه ولا شلون؟ خلص خلص، اعمل اللي بتلاقيه مناسب، أنت أدرى بمصلحتك. يا عيني عليكي، هذا الكلام يلي بينسمع. وتقريبا قديش بتكلف العدة كلياتها؟ يعني بدك تقولي بحدود 300,000. قولي، وقديش معك منه؟ يعني بحدود 200,000. يعني على هاللون بينقصك 100,000؟ ايه في هيك شيء. قولي، منين بدك تدبرهم هدول؟ قال ابو تيسير بديني 50,000. حلو، والخمسين التانيات منين؟ اه يا ام هاني والله ما بعرف. ولا يهمك تقبرني، انا بدبر لك اياهم. ومنين بدك تدبريهم بقى؟ ما عليك انت من هالشغله. لا تكوني ناويه تبيعي صيغتك، اوعك. ها دخيلك، ليش انا عندي صيغه لحتى ابيعها؟ لكن منين رح تدبريهم؟ يا سيدي انا ونسوان الحاره عاملين جمعيه ب40,000، وبما اني انا مضطره يعني رح اتواسط معهم مشان يقربوا لي دوري بالقبض. عظيم كتير، الله يعز أصلك، معناها فرجت وبهالصورة بيبقى علينا بحدود 10,000. صحي والله، منين بدك تأمنهم هدول؟ قولي هدول مو مشكلة، لأني كنت حاسب مصروف سفرة حلب حوالي 10,000 ليرة، هلأ ممكن نوفرهم. يو، شلون بدك توفر منهم بقى؟ فهمني. يعني مو شرط اتبحتر بها السفرة، لأنه أنا مالي طالع سياحة وشمت هواء، أنا طالع بشغل. ما اختلفنا، قد ما كان أبو هاني بدك تصرف 4-5,000. لا لا لا، 1,000 ليرة بيمشي الحال. وكيف بقى أبو هاني؟ يا ستي أول شي بروح وبرجع بالهوب هوب. شو بالهوب هوب؟ هلأ ما عاد يسوى. تاني شي باخد معي زوادي من البيت مشان ما أكل برا وحط مصاري. تالت شي بنام ليلة واحدة هنيك بشي أوتيل رخيص وانتهت السيرة. ولي على قامتي عليك يا أبو هاني، على هالحالة رح تتأهرم كتير. ولك ستي خليني اتأهرم لي يومين زمان واشتري العدة واخلص من هالقصة بقى. ماشي، تكل على الله تقبرني. لك روح، الله يرزقك على هوى نواياك يا حق. لا تنسى هويتك بابا، بجوز تلزمك. ايه طبعا ضروري، حطيتها هون. وهي السندويشات جاهزين. يسلموا ديات، حطيهم بشتا. هاي بابا. أبو هاني وين حطيت المصاري؟ بشنتة هاي، هاي رح تضل بإيدي وما رح تفارقني النوم. شو رأيك فيق لك هاني مشان يودعك قبل ما تسافر من غير شر؟ لا معلش أختي، مبارح سهران كتير، ما بدي أزعجه. يلا لازمك شي من حلب بابا؟ لا بابا ما بدي إلا سلامتك. إذا لازمك شي احكي، لا تستحي، لا تقولي بابا عم يوفر وما معه مصاري. قسما بالله أنت يا هادية بالذات، لو تطلبي مني لبر العصفور لجيب لك إياه. الله يخلينا إياك يا رب، والله ما بدي إلا سلامتك. أبو هاني جيب لنا شوية صابون وشوية زعتر الهادية لأنه بتحب المناقيش مع الشاي. على عيني وراسي، ليش لا؟ تكرم عيونكم، خاطرك بابا هاتي بشوف. الله معك بابا. مع السلامة تقبرني. الله يخليك يا رب. لك الله يعطيك على حسب نواياك يا حق، تروح وترجع بالسلامة تقبرني. دير بالك على حالك بابا. تعال يا ولد، تعال تعال، خد الشنطة تعال. سلامة، طاري على حلب؟ أمس حلب، أمس حلب. أهلا وسهلا، تفضل يا حباب، تفضل. أمين عليك. أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
خمس حلب يا ريت انا سليم استاذ. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تفضل يا استاذ تفضل. طاولين لتمشوا؟ لا هلا نمشي. تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حبابي. ليه حبابي ليه؟ طالع خمس حلب طالع. طالع خمس حلب. تفضل يا حباب. تفضل يا حبابي. نزلنا عند المعلم. نزلني عندك الله يخليك. شو اخبار الحادث يا رقيب مصطفى؟ سيدي جثه محروقه ومتفحمه تماما، من المستحيل تعرف عليها، ما في ملامح بنو، ولقينا هالشنطه جنب الموتور. هاي هويته. هاي مصاري. سيدي من حسن الحظ انه الشنطه ما احترقت، لانه يبدو انه وقعت منه قبل الاصطدام بلحظات. ماشي الحال، جهز لي دويه فورا وبعدين بنبعث هالشنطه مع الضبط على الشام. والجثة سيدي شو نعمل فيها؟ الجثة رح نسلمها للسلطات المختصة، لأنه على ما يبدو مو خرج أبدا تتسلم لأهله ولا بشكل. طبعا سيدي، لأنه مو بريان من نشين. ماشي، أصبحت هجزة الدورية بسرعة. حاضر سيدي. نازل على
اليوم خيو؟ لا والله ما نازل، نبين تعال بكره. حاضر. يا ايد اهلين، حد على السلامة. حد على السلامة يا انسين. تفضلي. اي كذاب؟ وين شنطتك؟ اي؟ يلا بيه، حد على السلامة. وين شنطتك انت؟ اي تفضل. حد على السلامة يا ميت اهلين. ميت سلامة، الله يخلي لك الولد. يا ميت اهلين وسهلا. من الشنطة؟ خيو؟ قوم خيو؟ شو؟ دخاي ميت السلامة، وصلنا على حلب. الشنطة؟ اين الشنطة؟ لك شو اين الشنطة؟ الشنطة يلي كانت بحضني هون 300 ألف ليرة فيها. شو 300 ألف ليرة؟ خيو دور منيح خيو، لا تبلينا. انا انسرقت يا عالم، انسرقت يا ناس، اوعى تنزل حدا من الركاب. هي عم فهمك؟ ها لحدا ينزل منهم. كني مانك شايف يا خيو؟ ما ضل حدا من الركاب يوحد ربه، كلهم نزلوا. لك شلون خليتهم ينزلوا شلون؟ يا خراب بيتك يا ابو هاني، يا ريتني نمت نومتي الابديه ولا نمت هالنومه. اتكي لك يا ربي. لك يا جماعه اطلبوا لي الشرطه مشان الله، اطلبوا لي امن الكراشات بسرعه. هلا بدي الابن 300 ألف ليره. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو المصيبة هي؟ هذا اللي كان ناقصنا. مصيبة ولك هي أم المصايب، أم الكوارث. لك شو عملت في حالك يا أبو هاني؟ لك ليش هيك عملت يا أبو هاني؟ روق خي روق، حاجتك للوطن. قوم خيو، قوم نخبر الشرطة. طول بالك يا ابني، انت انسان مؤمن، مو لازم تعمل هيك بحالك. هاي حال الدنيا، ترحم عليه ولا تبكي، البكاء بيزعج روح الميت. تفضل السليم، هاي الشنطة وعد المصاري. هدول 300 ألف ليرة، الهوية وشوية وراق موجودين بقلب الشنطة. شو بدي عد ما دام الغالي راح؟ هاي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. تفضل وقع لي هون على الاستلام. خلص هيك؟ تفضل، كل شيء جاهز. وبلغ تحياتنا وتعازينا للعائلة الكريمة. شكرا. شكرا. مع السلامة. السلام عليكم ابو عبدو. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهي
تاني فوق سيدتي. لا اله الا الله. لك مين ميت عنا يا جماعة؟ سأل الله ردوا علي. هادية وين هادية؟ أبو هاني أنت عايش يا أبو هاني؟ لك مشان الله بلا سألي هلا. شو شايفني قدامك يعني حامل كفني وراكد؟ خير يا جماعة شو في؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أبو هاني. الحمد لله على السلامة. الله أكبر. زلقتوا يا نسوان. أبو هاني عايش. أبو هاني عايش. أبو هاني. أبو هاني. لك نمر قلبي. ولك لو. بس بالفعل يا أبو هاني هالمصاري حلال. شلون رجعوا لك؟ شغلي ما بتصدق ابدا. ايه والله يا ابو تيسير، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، ما اعظم حكمتك. قسما بالله يا ابو تيسير انا لحد هلا ماني مصدق اللي صار معي. ايه وهلا شو ناوي تعمل؟ لساتك مصمم تجيب عده جديده للمحل؟ لا 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 لا، بطلت لا عده ولا مده، لغيت الفكره كلياتها من عين اصلها. وشو ناوي تعمل بالمصاري؟ ناوي وزعهم على روحي صدقه جاريه للفقراء والمحتاجين، لانه رجعتي لعند مرتي واولادي يا ابو تيسير وانا عايش، بتسوى مصاري الدنيا كلها. وانا راضي باسمتي بهالحياه، لك راضي بنصيبي. والله يديم الصحه علينا والسعاده يا رب. امين يا حبيبي يا رب، امين.